بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى الكريم، ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الانتقال من حال إلى حال هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية على الخلق، وهو نعمة كبرى، حيث أن دوام الحال من المحال. والله سبحانه وتعالى يعلمنا أن تغيير الذات هو أساس كل تغيير، بل إن تغيير السلوك والمواقف قد يؤدي إلى تغيير أحوال طبيعية، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. الناس غير مستعدين لتغيير أنفسهم ومألوفاتهم وعاداتهم إلا إذا شعروا بحاجة ماسة إلى التغيير، وهنا تبرز أهمية تغيير المجال الإدراكي للإنسان من خلال إعادة ترتيب بعض التصورات والانتباه إلى بعض الأمور المنسية، بالإضافة إلى شحذ أذهانهم بواسطة الأفكار لتكون أكثر حساسية تجاه المتطلبات المتجددة الحياتية المعاصرة. فنحن اليوم نعيش في هذا الوطن العزيز الجزائر، نعيش ربما لا نقول محنة ولكن منحة من الله عز وجل، حتى نراجع أنفسنا ونراجع وندرك أفكارنا كيف هي وكيف كانت وكيف ستكون إن شاء الله في المستقبل، بعد أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. وكونوا متأكدين أن الله سبحانه وتعالى جعل السراء والضراء وجعل بعد العسر يسرا. يعني من خلال هاتين الكلمات ربما أفتتح بها في كلمات أخرى إن شاء الله بحول الله في الحصص القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.